مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتأثر المناطق الغربية والشمالية من المملكة بأجواء غير مستقرة نتيجة تدفق رياح رطبة قادمة عبر البحر الأحمر باتجاه المملكة، حيث تتشكل السحب الركامية والرعدية في أجزاء مختلفة من تلك المناطق. هذه السحب ينتج عنها تساقط زخات رعدية من المطر، وأيضا ينتج عنها نشاط الرياح التي تكون مثيرة للغبار والأتربة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الداخلية من المملكة. يتوقع أن تشتد الحالة الجوية المؤثرة على غرب وشمال المملكة خلال الأيام القادمة، وبالأخص يومي الأربعاء والخميس، خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا تتشكل السحب الرعدية الأكثر كثافة. هذه السحب تكون مترافقة مع أمطار رعدية غزيرة تمتد إلى المدينة المنورة والجوف وتبوك أيضا وحائل وشمال القسيم على شكل زخات متفرقة من الأمطار. تستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم. هذه الوضعية الجوية تستدعي إطلاق سلسلة من التحذيرات. أول هذه التحذيرات هو خطر تشكل السيول في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، وأيضا خطر الانزلاق بسبب تساقط زخات البرد، كما يحذر من شدة العواصف الرعدية، ويحذر أيضا من انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار خاصة في المناطق الداخلية من المملكة. وللمزيد دائما زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، إلى جانب صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. أعزائي المشاهدين، أوقات سعيدة نتمناها لكم، وإلى اللقاء.